دمياط، وخبر محترم للغايه. النهارده قوات امن دمياط قدرت انها تقتحم وكر لخليه ارهابيه كانت واخده شقه سكنيه كمقر ليها في دمياط، وده في عمارات اسكان الشباب في مدينه كفر سعد في محافظه دمياط. طبعا عمليه الاقتحام دي تسببت في تبادل لاطلاق النيران بين الامن وبين العناصر الارهابيه بتوع الخليه الارهابيه، واللي ادى لمقتل ارهابي واصابه ضابطي شرطه ربنا يشفيهم يا رب. تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى كفر السعد المركزي، وكمان تم القبض على احد عناصر الخليه الارهابيه. اسمحوا لي على هذا الخبر، بينضم لي السيد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق. يا اهلا وسهلا بك يا سياده اللواء. اهلا بيك يا كمال بيه، مشرفني بكل تاكيد. ويعني ضربات موجعه من قوات امننا وكمان من اجهزه المعلومات في بلدنا اللي بتاكد كلام حضرتك اللي من كام يوم انها بدات تتعافى وتقف على رجليها مره تانية. فيعني كل التحيه اليوم بالتاكيد. الحمد لله يا كمال بيه، الحمد لله ان احنا كنا عندنا رؤيه مستقبليه ان جهاز الامن الوطني خرج من النفق المظلم من سنه، واصبح كمان في تنسيق على اعلى مستوى ما بين قيادات الامن الوطني وقيادات الامن العام، ليتحدوا جميعا علشان خاطر يبلوروا المعلومات اللي بتارد من المواطنين او من الاستجوابات او من بقايا الخلايا اللي بيطردوها. ولك انت يعني ان تقدر حجم الجهد من اسيوط لقينا لدمياط للبحيره طبعا. للقاهره طبعا. لطنطا، في جميع المحافظات 27 الشغل شغال على قدم وساق. خليه نحت كل طلقه بتتظبط وكل حزام ناسف بيتظبط من قبل جهات الامن، ده بيوفر ارواح وبيوفر دماء وبيوفر اشلاء كانوا ينتووا ويعتزموا القيام باعمال عدائيه ضد المصريين عموما. طبعا هم اعداء للحياه. يعني لما عبوه ناسفه ويكون فيها بلية ومسامير تتحط في مكان عام وتنفجر، ما هي بتصيب كل شخص، مسلم مسيحي كبير صغير طويل اي حد مصري على ارض الكنانه بتصيبه وخلاص. هو العداء للجميع. بالظبط، الشغل اللي بيتعمل حاليا دلوقتي بالضربات الاستباقيه لجهاز الامن الوطني وقطاع الامن العام والمديريات 27 في مصر ما تعملش في اي جهاز شرطه قبل كده، رغم الامكانيات المتواضعه والامكانيات اللوجستيه المتواضعه اللي عندنا، لكن الحمد لله نمتلك خريطه كامله للارهاب ونمتلك عقول كويسه شغاله ولها خبرات تراكميه بتطلع وقت الشده، وتعاون وثيق جدا من الاهالي الشرفاء هذه الايام. هو ده بقى اللي كنت عايز اتكلم فيه يا ست اللواء، كويس ان حضرتك ذكرت الجزئيه دي. التعاون بتاع اهالينا اللي ممكن يشوفوا، وخاصه حادثه النهارده اللي موجوده في دمياط وهو موجود في مساكن شعبيه عاديه جدا في كفر سعد، لو في اي حد من اهالينا بيشوف اي حد مشتبه بيه، لان بيتكلموا على ان هم ضبطوا ثلاث عبوات ناسفه جوه الشقه نفسها، ده غير طبعا الاسلحه. فبالتالي لو اي حد شاهد اي شيء غريب في الشقه اللي جنبه، في البيت اللي جنبه، في البيت اللي قدامه، يعمل ايه بالظبط ويتواصل مع مين بالظبط يا كمال بيه؟ هو اللي حاصل دلوقتي ان الناس لما شافت بشاعه الجرائم الارهابيه في الحوادث الاخيره بدا سيل من المعلومات يتدفق عن كل الغرباء وكل المشتبه فيهم. بعض هذه المعلومات ما كانتش ايجابيه، مش اشكال، ما فيش اي ضرر. بعض المعلومات كانت ايجابيه، ومنها حادثه دمياط تؤدي الى منع الجريمه قبل حدوثها. يعني العناصر اللي اتظبطت بما معها من متفجرات وعبوات واسلحه، يعني كانت هتعمل بيها ما كانتش هتتصور بيها، اللي كانت راح ترتكب بيها اعمال اجراميه ضد الشعب بطريق مزيد من الارواح والدماء. الحمد لله المواطنين دلوقتي على اعلى درجه من التعاون مع الشرطه، بيتصل باقرب اسم ليه او اي ضابط مباحث يعرفه او اي ضابط امن دوله. اني هاو كله دلوقتي المصلحه واحده، والامن العام حاطط ايده في ايد الامن الوطني والمديريه والامن المركزي بيشكلوا وفي حمايه كمان يا فندم لاسم المبلغ، اي حد هيبلغ في حمايه لاسمه، يعني مش هيكون معروف، فبالتالي خوف من ان حد يقتص منه او ان هو يستناه او الكلام ده، مفيش. شغال تماما تماما تماما، وبغض النظر عن اي مكافآت او اي حاجه، لكن هم حسهم الامن القومي هو اللي بيدعوهم الى الابلاغ. وزي ما قلت لحضرتك البعض كان بيتخوف من يارد اسمه، لا اطلاقا طبعا، يعني جهاز امن محترم زي ده لا يمكن يظهر مصادره السريه. ربنا يحمي بلدنا يا سياده اللواء، قول امين. امين يا رب. امين يا رب. اشكرك يا سياده اللواء السيد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق، شرفتني يا فندم، شكرا جزيلا.